فما شخصيات مثيرة للجدل، وفما شخصيات في حضورها فما لطافة وبرشة فايدة، وعادة كي نسمعوهم تتحقنا المنفعة. سعيد جدا باستقباله، باش نحكيوا على التاريخ، باش نحكيوا على ذكرتنا الشعبية بحب كبير. يجي بحدينا عبد الستار عمامو. نورتنا. منور بيك، منور بيك سيدي. سعيد جدا باستقبالك. يعيشك يعيشك. كيفاش تحب لي نقدمك عبد الستار؟ عبد الستار عمي مؤرخ؟ لا، باحث تراث. مؤرخ اساتذتي مازالوا موجودين ربي فضلهم، الله يرحم لي توفى معي فضل الحيين، سي عبد العزيز دولات اللي مالا شكون، وحسين فندر شكون، وعبد العزيز العزيز بن عاشور شكون. كان انا مؤرخ باحث، انا مازلت نبحث، نحب نولي مؤرخ. يعتد برايك وبكلامك ولا لا؟ فما حاجات اللي ممكن نعرفهم شويه ياخذوا، فما بيها. بعض يقول حكواتي. اي، وانا فخور باني حكواتي. يخرف. اي، بالمفهوم الباهي للخرافه. خاطر تاريخنا احنا مثلا، تاريخ العربي، كيف خلطنا؟ خلطنا بالحكايه، بفن القص. ما بداوا يكتبوا كان متاخر معناها، ولذا اللي خلط الكل على التاريخ القديم الكل شفوي. ايما في الخرافه فما معنى الاسطوره، فما معنى الزياده والتفويل، وهذاك اللي نجم يعمل الفارق بين اللي قرا عمل معناها اختصاص، ولذا يوظف فن الحكايه. هذا هو فن، يوظف فن الحكايه في اللي يقدم المادة العلمية، بمعنى نحاول نقدم المادة العلمية بشكل اللي الناس صغير والكبير يقبلوا. تلقى روحك أكثر مرتاح وانت تخرف؟ نلقى روحي أكثر مرتاح وانا نحكي في حكايات على طريقة فن الحكي. شكون معلمك في ذلك؟ معلمي الأول سي عبد العزيز العروي كفن الحكاية، لكن ككونتوني معنى المحتوى عمي سعد ملكعك. هذوما زوز من الناس حاولت ندمج بيناتهم، عمي سي عثمان يرحمه التاريخ والعلم والبحث، وسي عبد العزيز العلوي او بابا عزيز الطريقه الحبكه، فحاولت قدر الامكان اني ندمج بيناتهم الاثنين. مش كانك عايش في عالم وحدك؟ مش عايش في عالم وحدي، عايش مع الناس، لكن عندي جزء نتاعي، مون جاردان سكري، مون جاردان بيرسونيل. ما نقول سكري خاطر مش سكري، هو مش 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 عالم سري. لا، هو عالم خاص، عندي عالمي الخاص. اي، اما كان الزمن واقف بيك في اي فين؟ اي فتره؟ في الاوائل الخمسينات، وقفت غاديك، قعدت في اوائل الخمسينات، معناها أنا تقريبا عايش في 54 55 حاجة هكاية. نجم تقول نعمل تنقيزات حتى للسبعين ساعة ساعة، مش نشوف عباد نحبهم. أنت اللي كنت رافض البورتابل؟ عملت بورتابل. أما أقول لك علاش، وقت اللي الوالدة يرحمها مرضت بغات رجوان يابي، معناها عنده سبب. بون بعداش ولا كي نجم تخلى عليه في أي وقت، كيما أني مثلا نجم نتخلى على فيسبوك فيه وتخليت عليه. معنى ما عنديش مشكلة، هذه ما تقلقنيش برشا. باش نشوف صح ولا غلط عادات نتاعك انت عبد الستار عمامو. تقضي بالقفة؟ نقضي بالقفة، ومش تقضي بالقفة، قفة دخلت على قصار كارتاج مدة رئاسة سي فؤاد المبازع يذكره بالخير، طلبني مرات باش نجي نقابله في بيروه، ما دخلش القصار، القصار هو في المكتب، في المكاتب اللي بجنب القصار. فنهار نهار اول مره بعد السنسو بيا جماعه، اول نهار خفتي في يدي، يا اخي قالوا لي سامحني تخلي، قلت له لا ما تخليش خفتي، تخلي ما تخليش. قلت لهم انتم ما عارفكم راهو عيط لي، انا خطيني انا ماشي مروح، وتو نقول لهم خلوني نشيل في الباب، ولاو كلموه قال لهم خلي زوز هو وقفته، دخلت قفتي. عاد ضحك عليا قال لي مدخل القفه رئيس الجمهوريه، ايش فيها؟ حاجه عيبه، ما انا قفه معايا وفيها ذويل، تعرف الذيل شنو هو؟ الناس الصغار داكشي ما يعرفوا، انت ممكن تعرف ذيل هو طريف قماش باش نغطي به القضية اللي قضيتها. أنا ماشي يا سيدي وحلات في عيني، حلا في عيني هالفنجال هذا. إي باش نعمل وقتها؟ شريف يشاشي شاشي لي لون، قال راجل محلاني كركر فيها كيكة. لا، نحطه في قفيفة ونغطيه نستره ونروح على روحي. قفة نمشي بها للخدمة، كي كنت موظف نمشي تدخل معايا للوظيف، كيف الإذاعة تمشي معايا للإذاعة، نحط فيها مكتب باش نز معايا. إيش فيها؟ قفة زعف تركب الكيف وداير، صحابي اللي يعرفوني يعرفوا اللي يهديوا لي القفاف. معناها انا قفاف من البريمه.
المقفف نتاعي من نوعيين. في دارك ما عندكش تلفزه صحيح ولا غير؟ ما عنديش تلفزه. كانت عندنا تلفزه وقت اللي كانت الوالده يرحمها حيه. توفيت هي عام 2007 فيفري 2007. بعد الأربعين خرجت تلفزه. خلصت منها. ونحيت البورتا ولا هذاك البارابول ولا شو اسمه كل شيء وارتحت. إيه ملك كيفاش تعرف شو فما في الدنيا؟ فما. فما الخير والسلامة إن شاء الله. فما فريد الأطرش يغني واسمه هاني تشرقة. ماتوا هذوما أبسط. الله يرحمهم من عايشين مع شيخ شيخ معهم، أنا عامل 66 كيف ما شتبني نعرف؟ معناها اللي نعرفه نعرفه، أنا كي نمشي للخدمة نعبط للراديو مش نخدم نعرف في الأخبار نسمع كل شيء، نسمع وكاو. شنو هي الموسيقى اللي تحطها في دارك؟ أنواع الكل. روك هاوس راب. نسمع الروك شوية، نسمع الهاوس لا، نسمع الروك شوية عجبني خاطر ابريتو موزيكا، نسمع بون الكلاسيك بيان سور، نسمع الشرقي، نسمع الغربي، نسمع التونسي، نسمع المزود، ثم أغاني عجبوني. تسمع المزود؟ نسمع المزود. تفاجئني. نحب سي الهادي، أنا نحب سي الهادي برشا، الهادي حبوبة بالنسبة لينا هذاك كان الدنيا الدنيا راهو ما عرفش نجم يكون. اللي حبوا ما نموت عليه. وسمير لصيف و... نسمعهم يقلق نسمعهم. فما اغاني حلوين برشا. نقول لك حاجه اكثر ما كانت تستغربها، يظل اليوم شكون تعرف شهوتي شنيا؟ نحب نعمل كليب مع بلطي. اي نحب نشارك في كليب مع مش نغني بتاع ما نعرفش نغني، اما نحب نشارك معاه نعمل هو يغني وانا نتعدى قدامه مثلا. اي تقول عش... اي تحفظ غنية البلطي؟ لا والله ما نحفظ. نسمعه يظل غنيه محلي، يظل حلو هو كشخص، معنا يظل نحترمه. عندك زوز كثاوي في الردوات والصالة. للصيف والشتاء. اي انا ما زلت دقة قديمة، ما زلت في لو بروميي مي يلزم تتبدل كساوي البيوت كلهم في الدار، يتنحى نتاع الشتاء وتحطوا نتاع الصيف اللي هو مزاهي. بيتي مثلا بيت نومي قمراية، بيت صالغوز، بيت حسان ولدي معناها سي دو غوز بال روز بيت صالة بيت صالة غوز غوز وسومو غوز وبيج. في الشتاء تولي بلو، بيت صالة تولي بلو، بيتي تولي خضراء، بيت حسان تولي جري، بيت القاعة تولي حمراء. دي كولور شود باش ندفي الاتموسفير. كل عام يلزمك تعمل العولة نتاعك وحدك؟ اي تعول وحدك؟ اي فما حاجات ما نعملهمش بيدي، فما حاجات تعملهم سور كومون، لكن فما حاجات نعملهم بيدي، تابلي نعملهم بيدي باعتبار نخلطوا كل شيء ونشيحوا ونبعثوا للطاحونة يطرحوا. وتحل حلو زاده؟ حل حلو نتاع العيد وحدك؟ وحدي. تحل بقلاوة؟ البقلاوة، الغريبة، المقروض، الكعك، كعك اللوز، الكل. نعملوا تحتفل بأعياد أغلب التوانسة يمكن ما يعرفوهاش. أي عاشورة مثلا. عاشورة تحتفل بعاشورة؟ ونطيب ماكلة اسمها عاشورة، يظل قعدوا شي أربع خمسة من ناس مازالوا يطيبوا. وشنو هي الماكلة نتاع عاشورة؟ ماكلة عاشورة هذه ناخذوا القمح نفخوه قبل بنهار ولا اثنين، بعدش نشلوه بعد ما يتنقى بالطبيعة، حطوه في مقفول نصبوا عليه الماء ونخليه يطيب حتى كعبة القمح تولي قد كعبة حمص. بعد ذلك نرحيوه ونصفيو كما نصفيو زقوقو ونخرجو النشا نتاعو ونحطو له السكر ونعقدو نطيبو ويتحط في صحافي ونديرو عليه جلجلاء. هذيك ماكله اسمها العاشورة، لقيت في دارنا يعملو. وفما عيد اخرى تحتفل بها احنا ما نحتفلوش بها؟ راس العام العجمي مثلا العباد ما عادش تعملو. لو 14 جانفي كوم باغ هازار احنا جات لو 14 جانفي في بلادنا واتت حاجه معناها واتت ثوره وكل، اما 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 في الاصل هو راس العام الامازيغي، راس العام الفلاحي اللي نحسبوا به هو يقولوا الفحوله، دخول تناصف الشتاء، خروج الليالي السود، دخول الليالي خروج الليالي البيض، دخول الليالي السود، وراس العام نهار 13 نطيبوا الملوخيه في الليل نتعشاوها. من غدوة في الصباح نعملوا حاجة حلوة ناكلوها، والبنيات اللي مازالوا مع محافظين الزواج وما عرسوش يطلوا من الشباك ولا من باب الدار على سعدهم. كان لقات واحد يجري أعرف تخرج الزاز تغسل الصابون تحضر روحها راهو جاي راجل باش تعرس، وكان تعدات عزيوزة ولا واحد كيف يضرب روماتيزم يتحرك بالسيف وكل شيء تعمل قمر طيس وتمضمض عمتها فما حد شيء قاعدة في ضربوها. عبد الستار الشخصية متاعك يبدو أنها مثيرة للجدل كذلك، عندك ما نحكيه
انت ما عندكش تلفزه دونك ما نعرفش اذا كان نقتحم عليك مره فيسبوكك هكايا تطلع لك فيديو ترانا فيها فاش نعملوا. لا لا حتى انا فيسبوك معناتها انت جيتني اليوم وانت ما تعرف حتى شيء على البرنامج. انشدت ولدي عليه. انا قلت لك كي كلمتني قلت لك امان راني ما نعرفوش، وبعد شوي حسان قلت له ما نعرفش بابا قل لي كيفاش، قال له حسان وراني شويه، قال لي هاو 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 كيفاش، مش عرفت حتى المنظر والديكور. عندنا كراسي، الكرسي نتاعنا اللي استنى فينا الكرسي الاول هو كرسي الطفوله. باش نمشيو لعام 63. اي تاريخ ميلادك انت برج الميزان. برج الميزان. تفضل يعيشك. كان عندكم حاجه هكا عام 63؟ اي ملا لا، وعندي دوح وعندي مشايل كلهم لوح طلعوا تطليع مطلعين تطليع صح، واللي قعد ولا مش بذمتي انا قعدوا فيهم. انا كنت الحادث اللي قعدت استعملتهم فيهم، سيدي معناها ولد خالتي الكبير ولد خالتي العشره وخلطوا لي لين. ما خلطتش على البيت؟ لا. انت ولد الجمهوريه؟ اي وفخور فخور باني ولد الفتره هذه، خاطر البيت سيتي نوستالجي اكثر منها بالنسبه لي انا، نوستالجي اكثر منها اني نعيش في النظام هذاك. انت سليل البيت؟ من ناحيه والدتي. اللقب نتاع الوالده شنو؟ اللقب نتاع الوالده بي، خاطر بورقيبه بدل بعض. لا تبدلت هي بين الناس اللي تبدلوا، العباد الكل تبدلوا. فما عائلتين ولا ثلاثة قعدوا ما هبطوش في الرايد الرسمي وقتها، وقت اللي الأمر متاع تبديل الألقاب وما تبدل. الوالدة هي فاطمة؟ فاطمة بنت إسماعيل باي، باي لمحة. لكن لو نرجعوا ما فماش باي في تونس اسمه إسماعيل باي. باي محال عندنا زوز إسماعيلات على الأقل القدم، الثالثة ولد خالتي جنرال إسماعيل باي الله يرحمه اللي توفى 4 سنين تالي فقط، وكان جنرال في الجيش عميد في الجيش التونسي. فما إسماعيل بي اللي هو عم المشير أحمد بشبي، إسماعيل بي ولد علي بشبي الثالث اللي هو مات عام 28 بي محال اون كيستيون اللي هو، لكن ما كانوش ما حتى واحد منهم مملك معنا طلع على العرش، مش واحد من 19 اللي طلعوا على العرش. الوالدة تنحدر من سلالة البيت اللي ما حكموش. اللي ما حكموش جدها حكم، أما أبوها لا. جدها اللي هو علي باشا بيف. مؤرخين يقولوا كان عنده زوز صغار. لا لا ما كانش عنده زوز صغار، عنده تبارك الله اون برانسيب 9 أولاد و4 بنات على الأقل، إذا كان مش 6 بنات. عنده مجموعة من معناها، وكلهم أنجبوا، فما واحد بارك مات صغير ما أنجبش، الآخرين كلهم أنجبوا جابوا أولاد وكذا، وكل هذاك علاش عائلة كبيرة برشا، ما تعرفش ما يعرفوش بعضهم الكل. العائلة الحسينية معروفة حتى بالشكل نتاعهم، القشرة نتاعهم فاتحة، عينيهم فاتحين. وش الكل؟ أغلبيتهم وش الكل؟ خاطر فما 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 طبعا مثلا أحفاد سيد لمين بي، منهم الأميرة اللي سلوى تحية لها أيضا عينها فتحي راه ما أنتي ولا سبق. الوالد متاعك شنو كان يخدم؟ الوالد كان في القضاء. وتزوج الأمك ومسموح كان؟ يعني علاش المشكلة؟ لأنه نعرف أنه أبناء متاع البيت المرأة ياخذوا ياخذوا. لا لا مش بشرط، تعرف اللي مثلا معناها يناسبوا العائلات التونسية معناها، فهمت؟ عائلة بابا عائلة ناس محترمين معناها، أصلهم قيرواني، أصلهم القيروان، سكنوا مدينة تونس حوالي 1890 تقريبا، بعده ولو في العاصمة. الوالد عرفته ولا لا؟ أنا لا نعرفه في التصاور. ما كبركش ما عشتش معاه الله يرحمه. توفى وعمرك 16 شهر. واللي كبرتك هي الوالده؟ الوالده خوالي رجل خالتي عمومتي كانوا محيطين بيا، لاني عشت في دار جدودي، معنى دار جدودي للوالد. عمومتي 4 عزاب كانوا معانا، الوالده قامت بهم لان اعتبرت ولاده، لان امهم ماتت لله ماتت وهي قامت بهم حتى عرست لهم الكل. كان عندكم ميراث باهي؟ ميراثي عندها حاجات معنا، عندها مدخول خاطر الانتريك تاع الوالد ما كانش حاجه كبيره. نحكي على الميراث، نحكي على ديما كي نحكي على عائلات البيات نحكي على المجوهرات وعلى المصوغ. اول حاجه ساحب نوضح، راهو مصوغ البيات ما تتخيلوش كيما البيات ما كانش يملكوا كيما ملكه انجلترا ولا شاه ايران، احنا دوله صغيره، ولا تركيا دوله صغيره،
وإمكانياتنا قد جرمنا الراجل، هذه حاجة. ثاني حاجة كانوا برا عائلة كبيرة وكل واحد يكون شيء قطيعاته متاعه، فهمت شو؟ لكن عندها قطعاتها اللي عرست بيهم قطعات اللي ثابت أنه ليلى بن علي هزت صيغة البيات؟ هذا اللي يقول. أنا والله أنا مذهبية كانت خاطر يقولوا أن الحجز الكل من صيغة البيات، خاصة التحجز بأمر جمهوري بعد بتاع السيد لامين وأولاده وعائلته وكذا. والله أنا بودي أن يقولوا موجودين في تريزوري، ماذا بيا كانت تريزورية ما تخرج فيهم قائمة تقول راهو هاهم موجودين، خلي نقصوا النزاع ولا يحطوهم في متحف كما متحف المجوهرات نتاع اسكندرية نتاع مصر، حطوهم في متحف خلي عباد تشوفهم وقصوا النزاع. خاطر فما ناس يقولوا اللواسيلة هزت منهم وباعت في فرنسا، وفما يقولوا اللواسيلة هزت قطعات وبدلتهم، يعني تاخذ قطعة تهزها للصايغ يعمل كوبي كيفها فالسو وتردها للتريزوري وتخرج هي هذيك الواحد، هذا يقولوه معناها. لكن انا ما عنديش دليل معناها على الحكايه، على الدليل كان الرسمي هي لا تريزوري ناسيونال تخرج لنا شنو اللي عندها. الوالده شنو تعيط لها؟ نانا. مش امي؟ لا امي هي شخص اخر، عندي امي اما مش الوالده، مش والدتي. فوزير هذا صحيح. امي اعز شخص عندي في الدنيا، ممكن عزتها تفوق شوية مع عزت الوالدة نفسها. هي مامتي نجم تقول أمي عزيزة بنت البشير قسويلة حرم نصف القصبان. هذه المرأة هذه مامتي، وخليت عطاتني أمي فلا الله يرحمها. هذه كانت تصوير طهوري، هذه قاعدة بيا في طهوري أنا في الفرش وهي شدتني، حتى ما كنت نروم حتى حد إلا هي، طهرت صغير ولذا ما كنت نروم حتى حد إلا أمي يرحمها. فهذيك هي إمبوتي كيما تراو زوك الضحكة اللي عندها، كانت مولودة 1898 وتوفيت 1998، معناها قرن من الزمن عاشت وعشت جزء كبير من حياتي حتى لوفاتها، تاريخ وفاتها معها وفي حجرها. الوالدة ما تشرب قهوتك إلا وتصويرتها قدامك؟ اي، على خاطر كنت قبل قعدتنا وقت الانتيميتي بيني وبينها هي وقت الصباح، انا نشرب حليبي وهي طيب قهوه زازوه كحله، ونحكيو شويه. فمن وقتها ملي توفيت ما كنتش نشرب القهوه الكحله، ملي توفيت وليت نشرب قهوه قدامها، نقعد قدامها نحكي لها شويه. داير اليوم كي شربت القهوه حكيت لها عليك، قلت لها راني ماشي بحذا هذي تسلم عليك. داير لما كنت طفل صغير كنت محروم من حاجات؟ ليه؟ محروم. حاجة الوحيدة اللي كنت محروم بها أني ما لعبتش مع الصغار. علاش؟ حتى تولد بسوف الكاردياك، حسم الله عليكم، أنسوف الكاردياك، فطنوا بيا وأنا صغير، وباعتبار أنا في سيونيك وما جابتني كان أنا وخايفة عليا، قالت نهزوا أحسن طبيب في الدنيا. شكون أحسن طبيب في الدنيا تاع قلب؟ طبيب الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية. فهزوني طبيب سي الحبيب. فطبيب وقتها الزمان هذاك نحكي على 69 و70، قال لها يلزم الحركة، لا تحرك ما يتحركش يريض ما كذا. فمنعوني من اللعب، منعوني من ما كنتش كنت ممنوع من اللعب. وتعالجت ولا لا؟ تعالجت من بعداش وعمري 18 سنة. به كملنا من هنا، كملنا من الطفولة. هي به كبرت في صفيصة، شفت؟ باش نرجعوا للكرسينا. باهي الله يبارك. وباش نحكيو على الماضي، تو باش نحكيو على الفن. الفن؟ اي. باش نقول لك مثلا شكون أكثر الفنانات أناقة في العصر الذهبي للأغنية التونسية؟ السيدة فتحية خيري. في زمانها القديم كانت، اسمع مش تو كي تحكي مش تحكي على الفنانين، أنا مش نحكي على، ممكن نسمي برشا أسماء تقول لي الأحسن أناقة وشو، لكن مش تقعد هذوما كلهم في كوم ونعمة في كوم. معنى الأكثر أناقة باغ إكسلونس نعمة، أجمل صوت في الدنيا نعمة، الأكثر من عشرة تخيلوا أنت في بالك أكثر كرم هي نعمة، اللي تنجموا تتخيلوا في بالك من الصفات الحسنة هي نعمة، يتشاركوا معاها في الكرم فلانة، في الجمال فلان، أما راهي نعمة نعمة باغ إكسلونس خارج التصنيف. فوالا باهي. دونك فتحية خيري فخامة كبيرة
فيها عنكة كبيرة. أعطيني حكاية من حكايات فتحية خيري. لا فتحية خيري كلها حكايات. هل أنت تخيل الساعة مرأة فك الزمان هذاك في أول حاجة ساعة قارية مشيت قرأت في الليسي نهج الباشا وقت مولود عام 18 يعني الناس ما زالوا برشا عباد هي تقرأ مشيت الليسي ثم مميتها تجيب لها مدرس نتاع موسيقى في الدار باش يعلمها عزف البيانو طاليان معناها ديجا نشأتها غريبة بارابور لك زمان هذاك اللي تمشي للفن خاطر ضربت على الحيوط وعلى خاطر كذا هذه الأولى معناها فما إحاطة فنية ثم فتحية كانت الصحافة تكتب عليها تسميها توحة العظيمة سي عبد العزيز العلوي كان اللي يقول كلمة دونية في فتحية يناصبه العداء وحتى كيطلب السماح يقعد باقي معدي ما عادش قلبه يبرد عليه بالكل فتحية تزوجت سي فتحي زهير عميد المحامين اللي أولادها الاثنين منه فتحية معناها على خطرها سيد لمين بدل قانون الدولة معناها القاء حبي يلبسها النشاء تونسي يلبسها لكن القانون ما لقاش أنه القانون عمرها ما مرأة لبست نشاء قبلها بدلوا على خطف فتحية تلبس أول من لبس النياشين خارج العائلة الحسينية هي من النساء أي هي لبست سيد المنصف كان يموت عليها الملك الشهيد كان يموت عليها داير المرة الوحيدة مرة كان ناوي من قبل الحرب معناك أول ما تولى كان مش يخرج يعمل دورة في البابورينو متاعه في البحر لم واستدن المرموقات من الأميرات متاع البيت معناه مش الأميرات الكل معناه الأميرات الكبار اللي عندهم قيمة في عينه وكل شيء ومن عمره وكذا الوحيدة الأجنبية معناه مش من الدم الحسيني كانت مدعوة للجولة هذه كانت فتحية خيري من الأكثر نفوذا وقوة؟ شافية رشدي. شافية رشدي؟ قوة ربي الله يرحمها حتى اللي أدركتها أنا وهي مرأة كبيرة وسجلت معاها قوة ربي قوة ربي والقوة والبنة فيش أن شافية يرحمها كانت مستعرفة اللي هي قوية وتقول لك إيه وعملت أي شنو الحاجات اللي عملتها شافية رشدي؟ مش قال لك حاجة شافية رشدي كانت راسين في شاشية هي وشيخ المدينة وقت سيدي مصطفى صغار اللي هو أسس الراشدية كانوا راسين في شاشية ويحكموا ويظلموا هو شيخ المدينة فبيرم كانت في تونس محمود بيرم التونسي كان في تونس وقتها وكان يحملهاش بالكل ونهارته يسب فيها ويعمل في مقالات يتهكم فيها عليها ومن جملة عمل في مجلة نتاعو يظل الشباب اسمها عمل بون ديسيني سميها شخموش أو شخموش بون ديسيني يقصد في شيخ المدينة سيدي مصنصر وشافية رشدي هلا كي كسر عليها نبهت عليه يزي عيب عليك وشي قالت له ماكش بيت في تونس دخلت لدى السلطات لموا له حويجه في الفليجة قالوا المرسيل يتسنى رحلوا قوة ربي قوة ربي كانوا يخافوا يعني الفنانين يخافوا منها هي نهار نحكي لها قلت لها نانا قالوا لي معنى تبدأ تغني في المدى عواجي طيح النوتة تصرف بكف قدام الناس الجمهور يتفرج تضحكوا إذا كان طيح النوتة شايف يا رشدي يي كي قلت لها نانا تعمل لكيكة قالت لي سيدي ولدي مش العواجي هذاك نخلص فيه بفلوسي انا نهار نغني نبدا بالملوف واحد قاعد متفرجين ما حب مش يسمع دحرت له مفاد شرت له بيدي مفاد بعت له شكون مفاد حكته بدربوكة ضربت الراجل متفرج مخلص فلوسه ضربته بدربوكة تخيل انت معناها كانت قوة ربي فيها عايشة القادرة راهي عندها مسرحية اسمها عايشة القادرة من الرجل الأكثر أناقة؟ سيدي علي سيدي علي علي الريحي وإن كان سيدي هادي القلال في الأخر حاول كان مثخن برشا زادة أما سيدي علي مشهور له بالأناقة سيدي علي ما يلبس الكرافات واحدة مرتين في العام تلمو عنده بلياد نتاع كرافاتات ما يلبس الواحدة مرتين في العام ينجم يلبس ستة في النهار لكن عمره ما يبدل معناها ستة كرافاتات مختلفة في النهار لكن عمره ما تلقاه يلبس نفس الكرافات مرتين في العام كان كيمشي الحفله يهز فليجه بالحوايج خاطر السروال كي يقعد بيه ما عادش عاود يقف يواجه بيه الجمهور عيب خاطر تكمش شكون اللي كان اكثر على طبيعته هكا اللي معناها هكا والبابا الله نقول سي صالح الخميسي صالح الخميسي اي صالح الخميسي المونولوجيست الكبير سي صالح والبابا نفس طيب راجل عايش في عالم آخر عالم فني وعايش في منذ آخر تذكر له طرفة؟ عنده طرفة مع سيدي علي
انت كنت تحب نحكيها لك على الريح. على الريح هو كان يحب سيدا، هو كان يحب الناس الكل، وفد ليك جوزامر وكل شيء وخيف روح. فنهار سيدا علي كان في حفله خاصه في خارج وتلاقاو في السقيفه، يا اخي وجهه مقلوب، قال له علاش بي وجهك مقلوب هكا وكذا، قال له رد بالك يا علي روج يا صالح راهو جميع قلابه، راهو ما خلص ما حبوش يخلصوا بعد ما غنيت، ما حبوش يخلصوني، انت جاي باش تغني؟ قال له قال له استنى علي هنا تجيب لك حقك. دخل علي ريحي عنده اغنيه زمنيه يقول فيها الخلاص يكون منين والحب ما بغايلين، معناها الخلاص الخلاص. فهو كيطلع على المدار بدلها، قال الخلاص يكون منين وانتم مقلبين. فابني شو هذا؟ قال مقلبتوا عليه، خلصوا خلصوا ليه خلصوا عليه قبل. فمخرج سيدي علي كان بالأجرته معناها قبضها، معناها كان ضامر برشا اخي في روحه يقلب الكلام هكا نتاع الاغاني ياسر راجل عايش في منذ اخر. فما برشا معطيات احنا نعرفوهم في كتب التاريخ ولا قريناهم ولا تحفظهم الذاكره الشعبيه نتاعنا. باش نهزك الى فقره حدث التاريخ وقال. يا حسره. برنامجي اللي بديت بيه في ذات شباب. واللي من خلاله عملت فيه برشا حاجات اللي استغربوا الناس. هذوما المعطيات اللي احنا نعرفوهم في التاريخ. عبد الستار يقول لك لا راه ماهوش صحاح. دونك اليوم باش ترجنا في فقره حدث التاريخ وقال. عبد الستار عمامو حدث التاريخ وقال. لو كان نسالوا توانسه الكل شكون اسس كارتاج، الناس الكل تعرف القصه الشهيره عليسه وجلد الثور اللي تقص بش سيور ايوا سيور سيور باش تعملت به قرطاج. عبسة ترى عمامو يقول عليسه مش موجوده. في التاريخ باش نصدقوا نصدقوا بالحاجه الملموسه. هذوما اساطير، فما مجموعه كبيره من الاساطير، منهم اسطوره عليسه او ديدان. ديدان ديجا هو حتى في اسمها ما معناه ما فماش اتفاق. ثم هالمراه ذي قالوا جات من سور. ترجع لصور تشوف قيمة الملوك والأمراء نتاعها. بيغماليون خوها موجود ولا لا؟ فما بيغماليون لا فما ديدان. حتى للساعة الحاضرة هي أسطورة. عليسة ما فماش. ما فماش. دايور تو المؤرخين ايش يقولوا؟ يقولوا معناها لا ليجوند ديدان. شكون اللي قالها؟ حكاية لا غين ديدان أول مرة هما اليونانيين. وإحنا نعرف اليونانيين هما الأعداء الألد الكرتاج. فعملوا هالأسطورة ذي وبنوهم هما زعيمين في هذا في الأساطير خيرة ربي هما اللي ولد إله وشطر إله وبطن فخف إله وحالة حليلة. وبالتالي بدوا على الحكاية. كرتاج تأسست إيه موجودة نعم، فالسؤال الفينيقيين إيه هي القرية الحديثة مقارنة بالقرية القديمة اللي هي أوتيك عتيقة، لكن ما هيش هي برك سوسة قرية مدينة فينيقية بنزارت مدينة فينيقية وغيرها. يعني أنا قريت في التاريخ عليسة أسست قرطاج سنة 814 قبل الميلاد. جوستومون ما عندنا حتى دليل على الحقيقة التاريخية هذه. فعليسة شخصية خيالية حتى لتوا ما دمنا ما لقيناش لا نقيشة باسمها لا حاجة بالطريقة هذه، ولذا ننتظروا. وذاك علاش توا كما قلت لك كتب التاريخ مثلا سي محمد حسين فندر ربي يفضله كي يحكي لك يقول لك لا ليجوند ده عليسة. في بعض ما يكتب احيانا تصادفني انه الباي نتاع تونس اعطاه جزيره بنتلارية لطلين بحالهم من اجل جاريه. بنتلارية الجزيره توا تبع ايطاليا. اي جزيره قورصه هكا اسموها العرب. صحيح التوانسه فتحوها معناها خذوها في العهد الاغلبي كما خذوا صقليه وكانت تبعتنا وقعدت تابعه لمده طويله، لكن معنى مدة الأغالبة كل مدة الفاطميين كل فترة من الفترة الصنهاجية. لكن وقت اضمحلل الدولة الصنهاجية وقت سقطت بعد الهجمة الهلالية كحنا سواحلنا احتلوهم لنورمان خلي الجزر بنتلارية البي ما عطاهاش مقابل جارية ما فماش بيات وقتها ما زالت وهيك ثم هكايا مشات فكت لنا من وقت الهجمة الهلالية معنى من وقت من 1100 وكالك جاب البيت البيت وعلاش حكيت هكا تطلع؟ فوالا جوستومون هذو من خرافات ساعات واحد يكون قاعد يعمل خرافه ويصدقوها الناس للاسف الشديد ولينا اذا كان لقيت ناس المرجع نتاعهم الحاج جوجل انا نقول لك سامحني شكون بنا جامع عقبه بن نافع؟ عقبه بن نافع الجامع الموجود تويكا ما يعرفوش جامع عقبه بن نافع عمره ما راها في حياته اذا كان زيادة الله الاغلبي هو اللي بناه. عقبه بن نافع بناه عويجه
مشيت على روحها ماك العام طاحت وك الحكايه اللي يقولوا المحراب اللي وجع المحراب وعمل كذا فمش منها الحكايه. جامع عقبه بن نافع في القيروان. بنيش عقبه بن نافع هذاك ما بنيش عقبه بن نافع. ما بنيش عقبه بن نافع. بناه الاغالبه زياد طلع الاغلبي اللي كان وسع العمران وبناه وبنى الجامع هذاك وجملوا بك السمعه الجميله برشا كل شيء. اما عقبه بن نافع خاطي. انا باي لو حتى المحراب ما هو شغل. لا 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 داير بعض المؤرخين يقولوا حتى الموقع مش نفسه اصلا. محراب جامع عقبه كيف موقع اخر لان الزرود بدل الاتجاه نتاعو. مستشفى عزيز عثمان. اي شبيه زاد مسكين. صرفت عليه عزيز عثمان؟ لا المستشفى لا صرفت لا كان سيد عزيز عثمان تو تقوم من قبرها وتجيني تقول لي عايش ولدي اجى دورني في المدينه ونخلط بها قدام المستشفى هذاك. تقول لي بليدي شنو هي هالبنيه هذيا؟ عمرها ما راتها في حياتها. سيدة عزيزة عثمان توفيت 1664 ولا 62 حسب الروايات. والبنية هذيك اللي ولات مستشفى عزيزة عثمان تبنيت عام 1809 قصة البشانقية. معناها فما درجة 200 سنة 210 ما نحسبش بالقدام 200 سنة ولا حاجة هكا بيناتهم. عزيزة عثمان هي حبست أحباس على المرضى وعلى بيمارسين العزافين. لكن الكلام هذا يقولوه كتب التاريخ. ما عندها حتى علاقة بالمستشفى ما راتوش ما راتوش البنية ذيك كان ده المكان ذيك كانت مقبرة اسمها مقبرة السلسلة. به الكفتاجي ما هوش تونسي. لا اللبلابي ما هوش تونسي. الكمونية ما هيش تونسية. كنقول ما هوش تونسي بمعنى أنه في تونس فيها برشا أكلات متاعنا متاع البلاد وفما برشا أكلات تطويرات حسب الظروف ولا حسب الحضارات. الكفتاجي هو بقايا وهي تركي كانوا معنا لك الناس القلال معنا وكذا البقايا يتلموا متاع الأكل ويسطروه مش ما يظهروش يزيدوا عليهم كعيب عظم ويأكلوه فكانت ميكلة معنا متاع قلال كما لبلبي داي كلمة لبلبي حمص. لبلبي بالعثمان اللي قديم حمص في كلمة حمص عنا احنا لبلبي حمص وبالتالي هذيك الصبة نتاع الجيش داير اش نقول احنا كنا قبل تلقاو الناس هكا برشا عباد وكل شيء يبداو يغليو هكا ما نفهموه كلش بيهم يلبلبوا هذوما علاش خاطر كنا نراو الجيش الانكشاري حاطين قزان قدامهم سخون وياكلوا هكا ودوش يحكيو في بعضهم بالتركي بالعثمانلي ما نفهموش قاعدين يلبلبوا الجماعة من غادي جات كلمة لبلبي لبلبي والكمونية الكمونية فما طرق زاد كيف يقولوا ان الاكله هذه جاتنا من خاطر موجوده في اليونان راه مقام السيده المنوبيه بها قال هو منهم الساعه فما متاع السيد وفما متاع منوب دار منوبه يدربوها الضريح وين موجود؟ لا ما عندوش وقت السيده المنوبيه دفنت عائشه بنت عمران المنوبيه لما توفيت دفنت في مقبره الشرف اللي هي توا يقولوا مقبره الجرجاني في قبر كان يسمى قبر السر ثم لما وقع إزالة مقبرة الجرجاني في بداية الستينات والحمد لله عمي مصطفى سليمان زبيس وثق للقبور نتاع الجرجاني والمشاهد نتاعهم قبل ما تتنحى ضيعوا القبر نتاعهم تو ما نعرفوش معناتها لا يقول لك باش نزور السيدة المنوبية زاير المقام أما مش القبر ما نعرفوش فما ضريح ضريح اي فما ضريح مكتوب فيه اي في راه ما في حد شيء شنو هو؟ ما في حد شيء في حد شيء ما فيهم حد شيء ضريح السيده المنوبيه في منوبه وفي السيده ديجا هو سانتري اش معناه يا اخي المراه دفنت مرتين ثم تمشي لبنزرت تلقى ضريح السيده المنوبيه وهما يغنيوا عليه دار مع تاع البنزرتيه اذا كنت في بنزرت اذا كنت قلت يا نغاره يتخمروا جماعه الكل يبليوا يكونوا قاعدين ولذا عندها قيمه كبيره عنده لكن مع هذايا فين قدرت قسمت مش دفنت وللاسف الشديد كما قلنا لما ازيل الواحد ما يعرفوش قبرها بالضبط فين نرجع للكرسينا ساح حلو هذا يعجبني اي نعم علاش ماذا به الواحد ما يقعدش على كرسي برشا في صافي صار احنا في المولد نعملوا العصيده اي هي في عصيده العاده نتاعنا اي نتاع المولد هي البيضه ولا الكحله؟ لا البيضه العصيده البيضه اللي بالسميد مش بالفانينه والكحله منين جات؟ تاع زقوقو معناه أيه. لي هذيك البارح في الايام هذيك سامحني في منكو سي شوكون سا اما هذيك يسميوها عصيده الميزيريا
عليه وان كان تو ما عاد شيء من مزير غاليه تويك كيلو زقوق 30 دينار ولا قديش ندابه وزيدها حرجها وزينتها. اما علاش كنا قبل العصيده نتاعنا هي سميد، ناخذ سميد لانك احنا ناكل سميد، راه ما عرفنا الفارينه كان في الحرب العالميه الثانيه مع مع الامريكان، اما كنا ناكله بالسميد. فالعصيدة نعملوا سميد، فما اللي يحب يفنن فيها برشا يعمل بصفو نصفيه السميد وناخذوا النشان تاعو. توا وخيانا اهلنا في صفاقس يعملوا اللي يسمى البنزين، حاجه نهايه واحد نبيع جرودي على خاطرها، ويسقيوها لمالح يحلو، يا بنزين بالقلايه يا بالشريحه يا باللي تحب انت، ويعملوا العصيده هذه بالسميد. ثم في بعد الثوره نتاع علي بن غداهم 1864 وما صار في البلاد وشوانات الجفاف اللي جات بعده وما عادش العباد تلقى ما تاكل وجا قحط حلا ما عارفين بعد علينا البلاي، فشو الحاجه اللي قعدوا اللي يطلع طبيعي؟ الوغ صنوبر يطلع وحده مع ما تزرعش، وصنوبر عندك الحبيبات، واهلنا في الشمال الغربي معناها في جهه الزهره والشمال الغربي من قديم الزمان يستعملوه. كيف يستعملوه؟ قال لك يلموه يعرجوا شويه على كانون كل شيء وصارية الحال شتاء يحطوا كيما احنا ناكل طاول القلوب الكحل، هم يحطوا يصير دخل صبعه بالريق ويلم يلصق يقعد يقرمش فيها كم تاع ان باستون، ولا كي يحبوا يتفنوا يحطوا معين بالعسل يدخل صبعه في العسل ويدخل صبعه في الزقوق وياكلوا. كي الميزيريا عملوه باكلة رحاوه حاولوا ياكلوا لان ما لقاوش ما ياكلوا وقتها، وبشويه بشويه ماكلت الميزيريا هذه الا بخي لو دوفون ولات هي ولات العصيده البيضاء، ولكن يستعروا بها. اللي يعمل العصيدة البيضة معناها ماهوش على باش، خاطر عصيدة زقوقو هي بينما عصيدة زقوقو في الأصل ظهرت من الحاجة من الأيام الميزيريا وأيام واليوم ولا سي زقوقو ولا اسمه سي زقوقو ما عادش زقوقو. نقول لك حاجة، أكل عام نخدم في وزارة السياحة وكانت وزارة السياحة هي في نفس الوقت ومعانا وزير السياحة كيف منظر الزنادي هو وزير السياحة وزير التجارة في نفس الوقت، فماش زقوقو في البلاد، قال ما محتكرين خليهم يضربوا مع الحيط، امشيوا جيبوا لي زقوقو من لبنان عندهم برشا غاديك. كي مشينا لبنان باش نجيبوا زقوقو، لبنان قال يا أخي اش تعملوا به؟ قلنا له مش ناكلوه، قال بنادم إياه، قلنا له إيه؟ قالوا احنا هنا ياكلوا العصافر. ناكلوش احنا بيتو احنا الحق بيناتنا فرحنا، كنا وخينا اللبنانيين طيب يعطيونا البلايش يقولوا لنا بعد ياكلوا العصافر خذوا مبروك عليكم يا اخي خذوا فلوسهم الحق نتاع ربي. حسن شو احنا العصيده نتاع زقوقو كان احنا برك في العالم العربي زقوقو نعملوها كان احنا اكها فقط لا غير. عبد الستار باش نمشيو لكرسي الشوك الشوك اي هذا كرسي باش نتكلم فيه بلسان معارضيك باش نخضك شويه سيرش لي تعمل مبروك لي لي خايف بيت كان فما كان جا فما شوك نقول لك يدقني، اما لي ما عنديش مشكله. اما معارضين عندي معارضين زعمان علاش مش عارضوني فاش قا يعارضوك عبد الستار عمامو لانك حاقد على النظام الجمهوري وعلى مكاسب الجمهوريه وتحن الى الملكيه وقت اللي وفات الملكيه. ايه لي انا مانيش حاقد على النظام الجمهوري ومكاسبه. داير نقولها ديما، أنا مثلاً سي الحبيب نقدره برشا لأعماله البلاد التونسية ونجل أعماله ونقول أكثر من هكاية، نقول أنا سي الحبيب حتى الغلطات اللي عملهم ما كانش كان مش عن سوء نية، كان ناوي الخيل البلاد لكن غلط، أي واحد يغلط ما واتتش. أما أنا كان أحسن نظام بالنسبة لي أنا مش لتونس بعد، أحسن نظام هو نظام الملكي. لكن أي. النظام الملكي أي. ولا من تونس وفاء. هي ما قلتش لي أنا قلت تقول أنت اليوم النظام الملكي سيفري فما تجارب باهية في الدنمارك في السويد كيما النظام الجمهوري فما تجارب باهية في أمريكا فما في فرنسا إلى غير ذلك. هي ما قلتش لي ما قلتش علاش الأفضلية؟ أنا ما قل... أنا مانيش أنا... مانيش نقول أن نحب نرد النظام الملكي لتونس. لا انت تحب ترجع الملكيه لتونس؟ لا جامي جامي جامي، هذه عمري ما جني جامي بريتندي سا. اما من داخل اي؟ لا من لا. داخل من داخل لا والله لا رحمه بابا لا في ام كلثوم قال قل للزمان ارجع يا زمان، كل حاجه خذت وقتها وفيت. وانا كان كان يجيو يقولوا بيت الحسين يرجع يملك بالتقاليد نتاع نقول لا. ضد عائلتك ترجع؟ نرفض لا نقول لا. ترفض انه عائلتك ترجع تحكم؟ اي اي خاطر فترة وتعديت. أما شنو اللي نحب؟
نحب ان الناس تعرف الناس هذوما ما يحطوهمش كلهم دون لو ميم ساك، راهو 252 سنه من تاريخ البلاد. اول حاجه رانا ماناش اتراك، رانا ولاد حفصيه الشرنيه، رانا توينس، رانا بربر. جدتنا حسين بن علي امه حفصيه الشرنيه، امه من قبيله نبتت مع جبل الدير، ولذا احنا والام ثابته اكثر من البو ثلثين من الخال والد، ولذا احنا تولدنا البيات مش اصولهم تركيه. جدهم اعلى علي تركي، جاء في الجيش الانكشاري وهو مش تركي، راهو من الكخات، من الكخات اللي هي جزيره كانت تابعه للسلطنه العثمانيه، ماهوش تركي، مش عرق تركي، اما من الكخات. ثم كي جاء لتونس استوطن مدينه الكاف وخذا حفصيه الشرنيه اللي هي بنت البلاد، وجاب حسين بن علي اللي هو ولد البلاد تربى عند خواله. اما كانوا مستبدين، فيهم كانوا ظالمين، ثم ثار عليهم الشعب، قتلوا، ظلموا، كانوا عملاء للاستعمار. بالنسبة اللي قتلوا عملوا سي لا لوا، النظام اللي كان سائد، مش هما برك النظام اللي كان سائد في الدنيا. يخي ملوك فرنسا قتلوا شوية، فما مرة هبط تصويرة متاع أميرة من العائلة المالكة على فيسبوك، قامت الدنيا ولم تقع. هي تصويرة مرأة توفيت لرحمة الله، إن كوزين وانا ليزي من العائلة، ليزي كانت مديرة الديسكوتيك نتاع الإذاعة التونسية، واحنا تعاملنا معاها وقداش كانت سيغذيابل الله يرحمها. فهبط صورتها، عندي صورتها، هبط صورتها ونعيتها وقلت في النعي هي فلان الفلاني بنت فلان الفلاني ولد فلان الفلاني صاحب المملكة التونسية وقتها، صاحب بين الكرسي، هو اللي صح وثيقة الاستقلال، هو اللي صح مسجلة الأحوال الشخصية، هو اللي قبل مونديس فرانس، هو الملك نتاع البلاد فصلها. قلت ومات ومشى على روحه وفى وعظامه ولات مكاحل. الوغ كمية السب اللي سمعتها خلتني نحيته الفيسبوك، ما نزلته ما قرضتوش، ثم سنتكم موجودين الله لا يردكم، إن شاء الله تموتوا كما ماتت، وبرشا كلام من النوع هذا. نحيت فيسبوك وعملت فيسبوك آخر؟ عملت واحد آخر، تعرف علاش؟ أكثر استفزازا. ليه؟ ما في حد شيء. عادل باي. لا أنا اسمي عادل، اسمي مجمتع، أسامي ثلاثة، اسمي محمد العادل عبد ستة. يعجبني عادل، نحبه. وبي بينا خب والدتي وهي وحق والله. تعرف السبه نتاعها، تعرف السبه نتاعها شنيا حكايتها؟ عادل بي الثالث. شو تو هذا بروفيل مستفز. علاش مستفز يا اخي؟ ما عنديش الحق نكون عندي موقف من ترفع العلم التونسي، ما ترفعش علم البيات. علاش هذيك من الالوان نتاع الدوله الحفصيه، هذيك الدوله الحفصيه وما دراك اللي حكم تونس. بين علم الدوله الحفصيه وعلم تونس شو العلم اللي تحطه؟ وشو العلم تونس ما نعملناه احنا؟ محسن بي الثاني اللي عمله يا اخي. بكشي جاي من لما جاء عملته الجمهوريه، حسين بي الثاني عمله يا بابا، معناه زاد حتى هو كان حتى نرفعه نتاعنا لينا يرجع. دونك حط العلم التونسي. نجم نحطه، علاش لا؟ خاطر نتاعنا. اما انا سيري كولوغ دو ما فامي. هذاك استفزاز. وي كان تعتبره استفزازي، جو سوي فيير. انت ولد الجمهوريه راك. صحيح، وفضل الجمهوريه عليا كبير. يوم 25 جويليه 1957 تعتبره يوم؟ يوم حداد بالنسبة لي أنا، يوم حداد بالنسبة لعائلتي، يوم حداد. 25 جويلية 1957 يوم حداد هو عيد من أعياد هذا الوطن. مبروك عليكم. أنا ريتش علاش قلت لك قبيلة أنا عايش في الموندو نتاعي، حب في موندويا تعمل اللي نحب. هذا يوم الاحتفال، صحة وفرحة، احتفلوا بسقوط الملكية، صحة. أنا عندي يوم عيدين. وسقوط، صح، الوراثة، صح، والاستبداد، صح، وإعلان الجمهورية، صح. أنا هذاك بالنسبة لي يوم حدد. أنا نهارتها معناها ما نخدمش مثلا، نهارتها ما نخدمش أنا. نرفض أني ما تخدمش لأنك مستمتع بيوم الراحة بتاع العطلة. ليه 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 ليه؟ تعرف احنا في الراديو ما عندناش يوم راحة العطلة، ونخدم الأعياد الدينية كلهم. على شو تتحسر؟ نتحسر على انه جينا الشعب فسخنا له 252 سنه من ذكرته. الدوله هذه، الناس هذوما ال 252 سنه هما اللي ربحوا، هما في عهد حموده باشا، هما اللي ربحوا في فينيزيا وما ادراك، دخلنا في حرب معاها وربحناها.
الناس هذوما هما ألغوا العبودية، وكنا ثاني دولة في العالم في الدنيا بعد إنجلترا ألغت العبودية، ويقولوا حق حق ألغت العبودية بإعاز من القناصر للدول الأجنبية. وراو ضوا العنوانيتهم الدول الأجنبية، شبيها فرنسا ما بنتش بروحها، ولا إيطاليا ما عملتش بروحها، جاي تجرب فينا إحنا. النفخر اللي عملت أول دستور في العالم العربي الإسلامي الأولاني، عملت أول بنكة وإن كان أسرع عليها الفساد. أنا دخلت حمد دبي دخل الميكانيزم لتونس قبل اليابان بمعمل متاع البطان. أنا ما مشيناش فيه، ما كملناش، جاءوا عباد أخرين ما فهموش التطور هذا. نقول لك صحيح. دونك 25 جويلة تبدأ في الدار عادة في الدار. حزين ليه؟ مش حزين، في دار شاد الداري. يستدعاك واحد لعرسه؟ لا ما نمشيش. استدعاوك العرس 25 جويلة؟ أي. تقول لهم؟ نعتذر. وعلاش تعتذر؟ خاطر ما نجمش نمشي نهارتها، مش يوم فرح بالنسبة لينا. وأنا شي عندي شكون من العائلة اللي عرس لفانساك قطعته. أي أي ليون فو وي لليوم هذا؟ هي عنده تقريبا عامين تاني ولا ثلاث سنين تاني. عبسة تاني اسمك حكيم عزيم وراس معري. وشوفوا شوف باش نعطيك زوج صور بن علي وبورقيبة، شكون فيهم ما تسامحوش؟ بورقيبة اللي خرج البيات من الحكم وعمل لك اليوم المشؤوم اللي لليوم مازلت تعتبره يوم مشؤوم، وإلا بن علي اللي كان عنده يد باش يخرجك من الإذاعة. ليه الاثنين ما عنديش مشكلة. أنا ما نشدش سي الحبيب نقدره برشا، ما نتصورش أني نهار سي الحبيب مش نشد له البغض أبدا. سي زين ممكن، ما عنديش علاش، ما فماش حاجة كبيرة. صحيح نهار مش مشكلة كبيرة. أما سي الحبيب خطر ما نحقيش على نفسي، أنا نقيس على البلاد. تونس أهم مني أنا. قابلته؟ شكون سي الحبيب؟ ريتو مرة في عيد ميلاده عام 83. تحبو؟ لا، نقدرو برشا. يوجعني في عائلتي إيه، ويوجعني اللي عمله لتوا يوجعني، ويقعد يوجعني بأبد دهري. لكن تونس أهم، تونس أهم، وهو حبها وخدم مصلحته، يعني حاول بقدر جهده أنه يخدم مصلحة هالبلاد. كان يمثل في الخطب متاعو، كان يمثل في أدوار، مش أنا أقول، اللي عاشوا معاه وخاصة التقنيين اللي خلطنا عليهم في الإذاعة في التلفزة معناها. شو يقولوا؟ يقولوا أن كان في الخطابات نتاعه فما جزء من الميزانسين، فما تقني من التقنيين بشهادته يقول أن نصوروا فيه في قاعد بكي، وهما أنتوتون تقص ما عاش فيه وقتها بالفيلم كما قالوا بالبكي مسجلة وإلا لا. العهدة على من قال، كما قلت لك أنا ما كنتش عمري ما سمحليش أنه مش يكون قريب لي. وإذا كان البكية ما تسجلتش؟ مش عاودها، وعاودها باغيتيل، عاودها وعاود بكي من جديد، عاود بكي من جديد. فهذا يدل على أنه وهذا راهو بالنسبة لنا لا يحط من قيمته شيئا. علاش؟ على خاطر هو يوريك قوة الكوميونيكاسيون عنده، راجل يعرف شو معنى الكوميونيكاسيون. تطاولت عبسة ترعميمو على أم كلثوم؟ ماني تطولت علاش؟ احنا قاعدين نهولولها في تصويرتها ام كلثوم، وهي ما تستحقش. ام كلثوم تستحق لانها كوكب الشرق. باهي كوكب الشرق روحها مبروك عليها. اما كنت نقول لك انا ام كلثوم، انا ما نقولش هي خايبه، هي كوكب الشرق وهي فنانه كبيره وعظيمه. انا ام كلثوم ما تستهونيش، ما نحبهاش، وخاصه كي تغني الدارجه. أم كلثوم نسمعها كي تغني القصايد. أنا كي نسمع رباعية الخيام وهي تغني فيها أطربو ونحطها نسمعها في داري، ما نحملش نشوفها. أم كلثوم؟ أي كي تبدا على المدار تغني عذري لابس بنوار، ياسر عذروطة. هذيك مغنية اسمهين مغنية يا ربي لا إله إلا الله. أم كلثوم؟ أي وما أدراك. ما عندها حتى شيء من الفيانة، سامحني. أنا باسين دو تو، إيش تعمل لها يا أخي؟ أنا قضيتها ما قضيتهاش. تنمر هذا على كوكب من كواكب الغناء. إي علاش؟ إذا كان ما نحبهاش يا أخي إيش نعمل؟ أنا أقول لازم تكون باهية. ما زالش فما أصوات ترعب وهما في منظرهم مش واحد. ما أنا ما تروقليش. الحب كله. هي ربي يعينها. أنا ساعات كي داني الدرجة لوغ ما عادش كيفاش؟ لا ما حبيتش، سبحان الله ما حبيتش. ألف ليلة وليلة. ليه؟ هاني قلت لك القصايد. ألف ليلة وليلة خايبة؟ ما يعجبونيش، ما يروقوليش، مش خايبة، أنا ما تروقليش. يا أخي يزمني يروقلي كل شيء.
اما شنو هو ام كلثوم؟ شنو الموقف اللي برشا ناس ولدرجه عنها فما حتى برشا خاين مصاروا صبوني فيها وكل شيء وما عجبهمش؟ هي ان ام كلثوم كانت مش المراه اللي حطوها في المسلسل اللي هابطه من السماء بسلاسل ريش. نعم كانت مشومه قرومه، كانت صعيبه، كانت عملت في شهرزاد شويه، المطربه شهرزاد عملت فيها شويه. هاو الصحافيين يكتبوا فنانين مزاجيين، هي طبيعتها خايبه. وللذي انا ما نحملش العبد فنان، الفنان يلزمه من المفروض كامل شو. هاو باش نعطيك زوز اصوات تونسيه ونعرف الاجابه. السيده نعمه، السيده علي، الاقرب الى قلبك نعمه؟ وان كان السيده علي تربيت قدامها وانا صغير، نجم يقولوا لك البنات كان نهار نتاع عرضهم فات انه لميا كيفاش ان كنا في الصيف خاصه نلعبوا جميع، وبين قوسين لميا كانت عمتي كانت تعطينا شوكولاته ولميا كانت تفك لي باي وفات تفك معناها فين تسترجع لي حقي معناها. بربي مش نسالك على السيده نعمه، حضرت جنازتها ولا لا؟ كومون. هل كان عندها وصيه؟ ايه. شنو وصيتها؟ هي وصتني من قبل باعتبار اني قريب ليها برشا والكل. نهار نحكي في مجافة حكاية، قلت لها شنية خاطر صارت في حفلة 2014 كي خارجة من المسرح البلدي وهي استاجعت برشا نهارتها وهبطة وانا في جرتها وسفسارية عندي، سفسارية عندي للعلم أن السيدة نعمة عمرها ما تخرج عريانة في حتى كده ما مشي الحفلة والحاجة تتلحف السفسارية ديما سفسارية حري سواء خارجة خاصة ولا عامة لازم تتلحف، تنحي كي تجي طالعة المدار تنحي وترجع كي تجي خارجة تعاود تتلحف. فهي تتلف قالت لحفتي السين، قلت لها عندي، قالت لي لحفني وهي مستاجعه وهابطه بالسيف من الدروج، قلت لها نص الليل ونص والطوموبيل قدام بوغ دارتيست شكون مشي راه، قالت لي لحفني، لحفتها طون كان بكل كبت في طنبيره واحد. بعد ايامات طلعت حذاها نطلع عليها، قلت لها بلاش شنو الريق اللي عملته هذايا، لحفني شنو، قالت لي عبد الستار عايش ولدي هذيك عمري كامل متلحفه نحب نقابل وجه ربي بسفساريه. فلما وافت المنيه قلت لسي هشام، قلت له ولدها الكبير، قلت له خويا هشام راهو تعرف التاموسي هكا هكا، قال لي انت ولدها تصرف كما تحب. بالفعل دفنتها بسفساريها كما عاشت عمرها كامله مستوره بسفساريها، سترتها بسفساريها وان شاء الله تقابل به وجه ربي كما هي حبت. السيده نعمه اذا مدفونه بالسفساري نتاعها. دينا لها سفساري على حرير فوق منها. ربي يرحمها، ربي يرحمها. وحركنا المواجع لبس لحظة تجيب لك مشروع. عندي أغزو، أنا من الناس اللي أغزو أخويا. أنت عندك كل شيء حتى أنا تصور. أنا ما زلت بالمحرمة القماش راني، مش تفهم الموندو نتاعي. أكل المحرمة هذيك نتاع ال إي ما زلت نتاع المكتب هذه حصرة. هذيك هي ما زلت محرمة القماش. ولذا تفهم فين عايش أنا. البابي مشوار ما تستعرفش لا بيه. لا. هو عني يعمل لي الرجي الحق. أما نخير. هو تو ولا يعمل لك الرجي. لا يعمل لي الرجي قلقني. تتسبب على كل ما هو صنع حديثا. تتسبب. أما خير من الحين مقماش مغسولة نظيفة مفوحة بالقوارص مكتوبة عارفة شنو اللي فيها، ولا كنت يجي أخو واحدة فعلا. وللعلم أن السيدة عليا نعيت لها عمتي. كانت فعلا عندها كالجنون متاع الفني ذكا كانت كوني منها عليا ولا نعم؟ عليا أي فنها قبل كل شيء مقربة. أي سيدة عليا فنانة بالنسبة لي فنانة خارج الزمن. نكملوا الجزء الأخير من الحوار بتاعنا حول خرجت من الإذاعة. خرجت الإذاعة إي كنت قريب برشا من الراحلة عواطف حميدة الله يرحمها. فضلها علي هي جابتني الإذاعة، جابتني الإذاعة كمقدمة ومنتج. عواطف فضلها علي كبير، هي علمتني مبادئ العمل الإذاعي نرى في صورتها تويكا. هي أعطتني ثقة، حطتني رمتني في استوديو قد يتصرف من غير حسيب ولا رقيب، لدرجة أني كنت كي نسجل أول ما بديت بالتسجيل مثل برامج مسجلة مباشرة كنت كي نهزلها البوند تقول لي تعلم مانتي باش ما نقعدش مانتي لك أنا، نقول لها ما بشوفها ماشي حاجة هكا هكا، تقول لي لا الكل مش يتعدد براسك. صحيح ان فما حاجات نحات لاسباب معناها شنو الطول مثلا نحكي حكايه طويله برشا وكل شيء، اما ما سينو كانت ثقه كبيره بيني. بن علي خرجك من الاذاعه؟ لا مش بن علي خرجني من الاذاعه، من عاش علي هو ولا لا، انما وقتها شو اسمه سي عبد الوهاب منصور
أما بعد عواطف برشا وبعد سلمولدي الهمامي، وتحية لسلمولدي الهمامي نحبه برشا، اللي في عهده زاد كيف كيف الانطلاق النجم نقول الكبرى معاي مع إذاعة شباب. إنما في وقت ما كانت ألفة شرقي هي مديرتنا، وجاني خبر أن جاء نهار قال لها ما عادش قال برامج ولا تتماشى مع إذاعة شباب، فهي ما قالت حد شيء، ما قالت ليش، أنا ما علمتنيش، وقعدت دقي مواصل العمل. وهي كانت ثقيلة بنتها الثانية، نهار في اجتماع قال لها هذا مازال يخدم مش قلت لك، قالت له يا أخي عطينا دي ديريكتيف هو ما عملهمش ما عملش بيهم، قل لي شنو لاكونت نحكي معاه. قال انا مانيش عارف، انا ما نعرفوش السيده دي، مانيش عارف شنو هي نوعيه العلاقه اللي بينك وبينه، مشده فيها كي. فهي تقلقت برشا وداخل ديار وقتها كل شيء، قلت لك هي ثقيله. فلما جاني الخبر هذا وانا قاعد نسجل في الحصص نتاعي في الاستوديو كملتهم، طلعت حطيت لها البوند فوق البيرو، قلت لها ألفة انا في كونجي الى ان ياتي ما يخالف ذلك. قالت لي عبد الستار باش نطلب منك طلب واحد، نهار لي في بالك اللي في بالك هذاك تسمع بيه تنحى لونتين محلوله. الاخبار نتاع الثمانيه قالوا اللي عبد الوهاب منصور وش اسمه هذاك تنحى، طلبت الراديو شكون داخل المباشر، قالوا لي هند العسكري، قلت لها انا هاني جاي تسعه انا في لونتين. وتوا خلينا نقول انه نسمعوك في اي اف ام مع سامي بنور والشلة في راسين كاري، ونتابعوك زادا في سهرة الأربعاء على قناة التاسعة، برنامج تحت السور مع برهين بسيس. عبد الستار نشكرك برشا، نتمنى لك النجاح والتوفيق. بفضلك، شكرا جزيلا لك. وانت زادا إن شاء الله ديما راك متألق. يعيشك عبد الستار عمي، تحية كبيرة. يعيشك. المرة هذه عنا 100 مليون للربح. باش تربح 100 مليون سهل برشا، خذ تليفونك ابعث اس ام اس اكتب فيه حرف ا على الرقم 85 810 85 810. حظ سعيد للجميع.